حدوتة يا حدوتة حدوتة فينك فينك أنا بفرح وانتي موجودة مش هتيجي ولا إيه تحكي لي حكاية صغنطوطة توتة يا توتة أنا هنا أيوة يا توتة أنا هنا لما تفكري فيا أنا أجيلك بسرعة أوام أوام نحكي ونقول أحلى كلام يا ترى تحكي لي على ايه يلا قولي بقى مستنيه ايه حكايات حلوه عن قديسين في عهد جديد او عهد قديم او من جوه كنيستنا هنحكي ونقول حكايتنا الله انا بحب الحكايات دي بتخليني فرحانه مبسوطه طيب يلا بينا يا توده علشان نبدا الحدوتة ماما خفت اخيرا انا كنت قلقان عليها خالص الحمد لله بابا يسوع سمع لصلاتي بسم الله والابن والروح القدس اليوم واحد امين اشكرك يا رب ان انت سمعت صلاتي وخليت ماما تخف انا بحبك خالص يا بابا يسوع انت طيب جدا اسمعني وانا بقول لك بشكر ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنك خففنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن اجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا الا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين شايفاكي مبسوطه قوي النهارده ليه في حاجه اصل ماما خفت ازاي يعني صليت لبابا يسوع وقلت له من فضلك يا بابا يسوع خلي ماما تخف وسمع كلام برافو عليك يا توتة انت عندك ايمان يعني ايه ايمان تعالي نشوف حكايتنا النهارده هتحكي لنا عن ايه يلا بينا النهارده عن الجمل العطشان اللي كان مسافر مع علي عازر زمان سافر علي عازر الراجل الطيب لبلد اسمها حران وكان معاه هدايا كتير قوي واخد كل الهدايا دي ورايح فين علي عازر كان خادم ابراهيم اللي متجوز ساره اللي كانوا خلفوا ولد وهم كبار خالص وبعد فتره ماتت ساره ام اسحاق وإسحاق فضل قاعد لوحده وخاف إبراهيم إن هو كمان يموت ففكر في فكرة حلوة خالص تفتكري فكر في إيه يا توتة؟ مش عارفة يا حدوتة فكر في إيه إبراهيم فكر إن هو يجيب عروسة حلوة لإسحاق ويخلفوا عيال كتير ويكون عندهم أسرة صغيرة دي فكرة حلوة خالص بس مين العروسة؟ العروسة يا توتة ما كانش ينفع ان هي تكون بنت من جيرانهم ليه هو الجيران كان شكلهم وحش لا يا توتة اكيد كان في بنات شكلهم حلو امال ايه المشكلة ان البنات اللي حواليهم كانوا بيعبدوا الحجارة علشان كده ابراهيم كان بيدور على عروسة تكون بتعبد ربنا انا فهمت وبعدين إبراهيم بعت الراجل الطيب اللي اسمه علي عازر وقال له روح اختار عروسة طيبة تكون بتحب ربنا علشان أجوزها لابني
والحكاية دي يا توتة ما كانتش سهلة علشان إبراهيم اعتمد عليه في مهمة صعبة، بس ألعازر كان عنده إيمان ومصدق إن ربنا هيساعده. ألعازر خد معاه 10 جمال وخد معاه هدايا كتير وراح عند البير وعمل حاجة مهمة، تعرفي إيه هي؟ أكيد شرب واستريح شوية. لا يا توتة، عمل حاجة أهم من كده، ركع على ركبته وفضل يصلي علشان ربنا يساعده في المهمة بتاعته، وقال له يا رب أنا واقف مستني العروسة والعلامة اللي هتعرفني العروسة، البنت اللي هتيجي وتقولي هشربك أنت والجمال يبقى هي دي العروسة. وفعلا يا توتة وقف ألعازر ومستني العروسة اللي ربنا هيبعتها. أنا شايفة بنت جميلة قوي هناك اهي. فعلا يا توتة، البنت الجميلة دي اسمها رفقة وراحت لألعازر وشربته وشربت الجمال بتاعته. وساعتها فرح ألعازر جدا لأن دي العلامة اللي تبين إن دي العروسة اللي اختارها ربنا لإسحاق، وشكر ربنا وحكى لرفقة الحكاية وسألها هل تقبلي تكوني عروسة لإسحاق؟ ورفقة فرحت خالص هي وباباها وراحت مع ألعازر وبقت عروسة إسحاق. إيه رأيك يا توتة بقى في حدوتة النهاردة؟ حدوتة حلوة قوي، بس تعرفي أنا اتعلمت منها إيه؟ اتعلمتي إيه يا توتة؟ اتعلمت أساعد أي حد، يمكن أكون عروسة زي رفقة. لا، فكرة حلوة قوي يا توتة، بس يلا بينا نشوف صندوق الكنز. يلا بينا. جاهزة عشان تسمعي الآية؟ والآية بتقول الرب قريب لكل الذين يدعونه، مزمور 145:18. عجبتك الآية النهاردة؟ عجبتني. دلوقتي أقدر أقولك باي باي. باي باي باي. سؤال حلقتنا بيقول ايه هو اسم عروسة إسحاق؟ لو عرفت اجابة السؤال اللي حدوتة قالته بعت لنا اسمك وصورتك على العناوين دي.